تمجد الله في قديسيه. نحن اليوم بالبلد اللي نشأ في يدويه، بالروحانية وبالصفاء وبالجمال الإلهي اللي موجود في إيدنا. سميها عدن لأنه بالنسبة له ربنا ما ممكن يكون خلق آدم وحواء إلا بهالجنة اللي عم بيحكي عنها الكتاب المقدس بسفر التكوين. هون التقى البطرك الدويهي لأول مرة بربنا، هون نشأ بإيدنا، ونحن اليوم بعد 320 سنة جايين نقول طوباك أيها البطريرك أستفان دويهي، لأنه لا مثيل لإلك لا قبل ولا حاليا ولا بعد حسب تعبير خطبة أبينا البطريرك الحالي. وسلام إلى شعب إهدن. بدي أشكرهم أنه رافقوني بالدعوة من أول دقيقة، بلشت سنة 2000 بتكوين هذه الدعوة بحمل الملفات إلى روما، وعلى المراحل وكل مرحلة كانت صلاتهم ترتفع نحو الرب لأجل هالنهار الحلو، نهار تطويب البطريرك الدويهي. وكل اللي صلوا واللي عم بيصلوا إن شاء الله بيحصلوا على شفاعته، على الشفاءات وعلى الرغبة المطلوبة واستجابة لكل صلواته. تبارك الله في قديسيه.